والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي الطلبة ومتتبعي هذا التسجيل أو هذا الفيديو لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الإخوة من دوري قسنطينة واحد مدينة قسنطينة مدينة العلم والعلماء. نحن الآن في كلية علوم الطبيعة والحياة والموضوع تحت عدسة مكبرة، فكل ما يتعلق بالصحة والبيئة والفلاحة والصناعة هذا هو هدفنا في التكوين والبحث العلمي في كلية علوم الطبيعة والحياة. بداية أود أن أذكر أعزائي الطلبة أن كلية علوم الطبيعة والحياة دأبت وككل سنة في تنظيم أيام تحسيسية، أيام إعلامية، أبواب مفتوحة للتعريف حول ما يدور في داخل هذه الكلية. ونذكر الطلبة بالموقع، موقع الكلية في على شبكة الانترنت في صفحة الويب لجامعة الإخوة من توري قسنطينة، اللي هو www.umc.edu.dz/facsnb. بالنسبة للأسابيع أو الأيام التحسيسية والإعلامية لفائدة طلبة السنة الأولى والثانية جذع مشترك العلوم الطبيعة والحياة، وككل سنة فيها مؤطرين في لهذه الأيام التحسيسية، حيث تعطل من طرف عميد الكلية نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا مسؤول جذع المشترك رؤساء الأقسام ومساعديهم للبيداغوجيا وكذا مسؤولي الفروع والاختصاص وفريق ميدان التكوين. والمحاور الدراسية التي نتطرق إليها ونتطرق لها هي التعريف بنظام الألمدي، الفروع والاختصاصات، مسارة التكوين، وأيضا دليل الطالب حتى الطالب يعرف ما عليه وما له، وأيضا بعض المتفرقات التي نفيد بها الطلبة خصوصا في الجذع المشترك من خلال إلقاء محاضرات. ممكن ستتبع هذا الفيديو محاضرات أخرى، ودائما في ظل جائحة في ظل الوباء المتفشي وباء الكورونا وجائحة الكوفيد 19، هذا الوباء حيث نتضرع إلى الله جميعا أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا و السلامة لمبتلانا إن شاء الله رب العالمين. أود أولا وقبل كل شيء التذكير في فلسفة الإصلاح لنظام الألمدي، وأيضا نقطة هامة اللي هي أهداف هذا النظام. فنظام الألمدي ارتكز أساسا على فلسفة التكيف مع الحداثة ومحيط الجامعة. أيضا أتى هذا النظام لتجاوز النقائص التي عرفها نظام التعليم العالي سابقا، وأيضا تمكين الجامعة من أداء دور فعال في عملية التكوين، وكذا هذا يدخل ضمن الإصلاح. هذا الإصلاح من جزء من استراتيجية تطوير قطاع التكوين والبحث العلمي، وهذا أيضا في ممثل في جانب مهم من برنامج الحكومة. والأهداف التي وضع من أجلها هذا التنظيم ككل مرة أن هناك أن وزارة التعليم العالي تعمل تقييم وتأخذ بعين الاعتبار كل ما 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 قدم، وتسطر أهداف هذه الأهداف اللي هي ترتكز أيضا على طابع المرفق العام للمؤسسة الجامعية، الحفاظ على ديمقراطية التعليم، وهذا من الميزات التي تتميز بلادنا الحبيبة لضمان تكوين لجميع المواطنين وجميع أبناء هذا الوطن، أيضا تكوين أو ضمان تكوين نوعي يستجيب للمقاييس الدولية، ونحن في مجال عصرنة الوسائل، وأيضا تسهيل الاندماج في المحيط الاجتماعي والاقتصادي. وهذا التكوين مبني على أهداف تسهل للطلبة المتخرجين من الجامعات في الاندماج بكل سهولة في المحيط الاجتماعي والاقتصادي، نظرا لارتباط مسارات التكوين بهذا المجال
المجال المهني، ايضا تاسيس للتكوين المتواصل في هذه النقطه بالذات، ان 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 نظام التكوين هنا بيد الطالب، حيث يستطيع هذا الطالب ان يسطر برنامج كيف يبدا ومتى ينتهي وكيف يرجع الى الجامعه مره اخرى وكيف يواصل تكوينه من مرحله الى مرحله، من مرحله الليسانس الى مرحله الماستر ثم مرحله الدكتوراه وما بعد الدكتوراه من ابحاث، وايضا حتى تكون هناك تكوين مرتبط بالاستراتيجيه التي تسطرها الدوله. ايضا التكيف مع التطورات الدوليه، ونحن نعيش في عالم اصبح الان بفضل وسائل التكنولوجيا كقريه فيها يتنافس المتنافسون، وفي العلم منافسه شريفه وطيبه، ومن اجل هذا نطمح ونتطمح كليه علوم الطبيعه الى تكوين كفاءات وقدرات لها ميزات كيفيه الاندماج في المحيط الاجتماعي والاقتصادي. وايضا اتى من بين الاهداف هو رفع من حظوظ نجاح الطالب وتقليص الاخفاق الجامعي والتسرب من خلال المرافقه البيداغوجيه، وهذا هو اهم نقطه او اهم هدف، هو اننا نرافق الطالب من بداية دخوله إلى الجامعة إلى غاية تحصله على الشهادات، سواء كانت شهادة الليسانس أو الماستر أو الدكتوراه، ونرافقه للنجاح حتى لا يقع في الإخفاق أو التسرب أو الرسوب وما شابه ذلك. تعتمد هيكلة نظام الإعلام دي على ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي مرحلة الليسانس، وهنا يتحصل الطالب على 180 رصيد، سوف نرجع إلى الرصيد ونتكلم عليه. في مرحلة الليسانس هناك نوعين من التكوينات، التكوين الأكاديمي والتكوين المهني. تليه مباشرة بعد ثلاث سنوات مرحلة الماستر، وهنا الطالب يتحصل على 120 رصيد لمدة سنتين. وايضا هنا هناك مسارات التكوين في قسم الماستر اللي هي الاكاديميه والمهنيه. واخيرا بعد خمس سنوات يدخل الطالب الى المرحله الثالثه اللي هي مرحله الدكتوراه، اللي هي بعد حصول الطالب على البكالوريا بعد ثمان سنوات الطالب المجتهد والمكد ممكن انه يتحصل على شهاده الدكتوراه. الملاحظة الأساسية اللي ممكن أنني نركز عليها هنا هو أن الطالب يستطيع التوقف عند أي مسار يريده، كما يستطيع الطالب العودة للدراسة في الوقت المناسب، وهذا هو الهدف الأساسي، التكوين المتواصل في نظام الألمد. تنظيم مسارات التكوين، تنظم مسارات التكوين في نظام الألمد على شكل وحدات تعليم وفق سداسيات لكل مرحلة تتوج بشهادة. المرحلة الأولى هي شهادة البكالوريا زائد ثلاث سنوات، يتوج الطالب أو المتكون بشهادة الليسانس. المرحلة الثانية اللي هي شهادة البكالوريا زائد خمس سنوات، يتوج الطالب بشهادة الماستر. أما المرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي شهادة البكالوريا بعد زائد ثمان سنوات، يتوج بشهادة الدكتوراه. هذا النظام أو هذا التنظيم في شكل سداسيات يقيم الموسم الجامعي ومن سداسيات، يعني سداسيين، من كل سداسي فيه حوالي 13 إلى 15 أسبوع دراسة. كل سداسي يتضمن وحدات تعليمية سموهم ليزيونيتي دونسينيمون، وتتكون الوحدة التعليمية من مادة أو أكثر. الماتير اليونيتي دونسينيمون تتكون من مادة واحدة أو أكثر. السؤال المطروح هنا، ما هو الجديد في هذا التكوين؟ الإجابة هو أن الطالب هو الأساس
أو المحور الأساسي في مساره الجامعي، حيث يختار الطالب مسار حسب العروض التي تقدم، وأيضا هذا التكوين يسمح بحركية الطالب بين مختلف مسارات التكوين، سواء داخل ميدان أو بين ميادين أخرى، لأن هناك حركية ما بين التخصصات الموجودة في نفس المسار التكوين في نفس ميدان التكوين، وأيضا هناك حركية ما بين ميادين التكوين. وفي تنظيم هذا التعليم، التنظيم هو سداسي لكن الانتقال هو سنوي، يعني الطالب لما يسجل في بداية السنة لابد أنه يدرس سداسيين، ثم بعد ذلك يا إما ينتقل إلى السنة الموالية أو يرتقي إلى السنة على حسب ما تحصل عليه من وحدات أو مواد تكوينية. أيضا الشيء الجديد هنا أن الطالب يرافقه أساتذة خلال مساره التكويني، ويساعدونه من جهات مختلفة، سواء من الناحية المنهجية، من الناحية السلوكية، من الناحية حتى الناحية الاجتماعية. في نظام الألمدي أيضا الدولة تكفلت بالطالب اجتماعيا، وبالتالي لا عملية الإخفاق أو الرسوب أو التسرب في هذه الحالة أو للطالب السوي أنه ينجح ويتحصل على شهادته، وبالتالي هنا يساهم الطالب في تكوينه من خلال القدرات التي يكتسبها والمهارات التي يتحصل عليها في خلال من بداية من تسجيله البيداغوجي إلى غاية تحصله على شهادته النهائية.